العزلة عمرها ما كانت حل لأي مشكلة، بالعكس دي بتعقدها أكتر. أهلا يا دكتور، اتفضل. أنا كلمتك على الموبايل أكتر من مرة، وكلمت الأستاذ حافظ وقالي على التطورات اللي حصلت، لقيت نفسي باجي من غير ما أفكر ولا أحسبها. ما تقولش كده يا دكتور، أنت واحد مننا وتيجي في أي وقت، وخصوصا في الوقت ده. عمر مش بس زميلي وصاحبي، عمر ده أخويا اللي وقف معايا في كل حاجة أنا عشتها، وأنا واثق إنه بريء. ربنا معاه ومعانا. تحب تشرب إيه يا دكتور؟ هخلي هنيدي تعمل لي قهوة وتعمل لك عصير ليمون. ده مش اختياري، ده إجباري. أنت في حالة نفسية بتسهل قوي إن ضغط الدم يرتفع، وإحنا في غنى يعني عن أي تعب اليومين دول. فين القهوة والليمون يا هنيدي؟ جايين حالا. بيت بقى بالذمة ليها نفسها تشرب ليمون وقهوة وأخوها محبوس؟ ناقص نجيب شجرتين ونرسم قلب على الحيطة. بتقولي إيه يا بنت؟ استغفر الله العظيم. شفت بقى إن الليمون كان ضروري؟ ضغط الدم لما بيرتفع القولون بيشتغل، وإنت مش هينفع تقعي دلوقتي خالص. لازم تبقي واقفة وصلبة طولك زي ما عودت اللي حواليكي على كده. إنت اللي زيك لو وقع الكل يتكشف. انا اصلا شفتهم كلهم شبه بعض، معرفش حاجة. مش عارفه احنا عايزين نذاكر يا بنتي. انا في مواد كتير جدا ضايعه. ما انت عارفه اجابات قبل، مش عارفه في ايه النهارده. تفتكري هنشد حالي؟ انا عارفه انها اختي هتضطر تغير الدكتور بتاعها وهتروح تجيب دكتوره عشان تولدها. دكاترة النساء دول ايه، مش مظبوطين خالص. مش كلهم كده، في كده وفي كده وفي كده كمان. يا رحت عنط سما، مش كده حسبي هتموتيها. سيبيني عليها البنت دي، هتفضل تجرب. يا بنتي حد يشوفك يعمل لك مشكله، سيبيها. لا مش هسيب. معلش تعالي معايا. طب والله لو وريتي. يلا معلش تعالي معايا. كنت سيبيني عليها، والله العظيم كنت هاكلها بسناني. دي بنت هبه خالص، سيبك منها. فورت دمي بنت ال... اهدي معلش. المهم انت ما فيش اخبار عن مشكله اخوكي؟ مشكله ايه يا بنتي؟ ما فيش اصلا مشكله. العربيه مسروقه منه بقالها فتره، يعني كده كده راجع. طب ما تزعليش، انا بطمن والله مش قصدي حاجه. معلش انا عارفه ان انا مقفوره معاكي اليومين دول. لا عادي ولا يهمك. تعالى اوصلك في طريقي. يلا ها تعالى اوصلك. انا لاحظت مش معاكي السواق، بدل ما تتبهدلي في تاكسيات. لا ما انا مش هروح في تاكسي. وانا هتروح ازاي؟ عمو هيوصلني. عمو؟ يلا عمو اكلمك. ها باي. عمو هما كام عمو؟